مرحب بيكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وكمان شمال الصعيد، ومايل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومايل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، طبعا مع وجود فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. بالليل في نشاط للرياح على بعض المناطق، وهو ده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. طمنينا على حالة الطقس النهاردة. إحنا اليوم إن شاء الله بنشهد انخفاض آخر في درجات الحرارة عن الأمس. بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، اليوم متوقع تكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، فبانخفاض درجتين عن الأمس، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي اللي في طبقات الجو العليا ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبدورها بتحجب جزء من أشعة الشمس وبتحد من تأثير أشعة الشمس، وبتأدي كمان ل يعني الإحساس بانخفاض نسب الرطوبة خلال فترات النهار. عشان كده الأجواء خلال فترات النهار هي أجواء حارة على بعض المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على محافظات سواحلنا الشمالية، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. أيضا الأجواء بتكون أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ، هنلاقي فرق كبير بين درجة الحرارة فترة النهار وفترة الليل، بيوصل الفرق ده لأكثر من 10 درجات مئوية. أجواء لطيفة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، أجواء معتدلة على جنوب الصعيد، هنبدأ نحس ببعض البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. بالإضافة كمان مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، في فرص طبعا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق كمان من شمال الوجه البحري. سواحلنا الشمالية الغربية زي مطروح والأسكندرية، بعض المناطق من شمال البحيرة، فرص الأمطار كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، بنلاحظها في مناطق والمناطق الثانية لا، وبتكون على فترات متقطعة من اليوم. بالإضافة كمان إن اليوم متوقع يكون في نشاط لرياح على بعض المناطق، نشاط رياح ده سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، نشاط رياح هيقلل إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة ونحس معاه بانخفاض درجات الحرارة خاصة فترات المساء والساعات الأولى من الليل. انخفاض درجات الحرارة وفرص الأمطار ده هيكمل معانا إن شاء الله لغدا الجمعة، يمكن كمان نكمل معانا لبداية الأسبوع القادم. غدا هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، تبدأ درجات الحرارة تنخفض عن 30 درجة مئوية وتكون بين 29 و 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي ننتقل بسرعة نعرف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 30 والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 30 والصغرى 21، اسكندرية 28-22، العالمين الجديدة 28-22، مطروح 27-21، دمياط 29-22، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 31-22. السويس العظمى فيها 32 والصغرى 22، العريش 29-22، كاترين 29-17، طابة 32-24، حلايب 32-26، شلاتين 38-25، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 35-25. الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 21، بني سويف 31-22، الوادي الجديد 35-23، أسيوط 32-19، سوهاج 33-20، قنا 39-22، الأقصر 39-23، أسوان 41 والصغرى 25. ودلوقتي نرجع تاني لشاذلي نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.